بمهرجان القنوات الفضائية العربية تم تكريم مجموعة من الفنانين والإعلاميين العرب عن أفضل أدوارهم وأعمالهم، وكرمت قنوات فضائية مختلفة كانت من بينها قناة المحور والتي تم تكريمها بالمهرجان على مجمل برامجها، وكذلك برنامج واحد من الناس. التكريم حيكون بشكل جايز ومدروس. اختيارنا اختيار دقيق جدا، واختيارنا للشخصيات ما كانش محير قوي، كان سهل جدا، لان احنا كنا بنشوف مدى تفاعل الجمهور مع الناس اللي احنا اخترناها، مدى القضايا اللي تم تناولها من قبل البرامج، ومدى استجابة المسؤولين والجماهير مع القضايا المطروحة، مدى تأثيرها في الشارع المصري. واللي حققه برنامج واحد من الناس، لم يستطع أي برنامج عربي أن يحقق مثل ما حققه واحد من الناس، بشكل عملوا انترتينمنت وعملوا للاستمتاع وعملوا لتصليح بعض القضايا. لا يعني واحد من الناس اختيار جميل جدا أولا للاسم، وعرف دكتور عمرو أنه يعمله بشكل كويس قوي، لدرجة أنه هو بقى له، ولذلك حتى التكريم بتاع النهاردة كان لواحد من الناس. أكيد شعوري مبسوطة وفخورة بأكتر حاجة الحقيقة، مش بس يعني بالتكريم، ولكن أكتر من كده فخورة بالجهد اللي بيبذله كل زمايلي في الإعداد وفي الإخراج والمراسلين والإدارة. يعني فخورة طبعا بالمجهود اللي كلنا بنبذله مع بعض. النهاردة التكريم ده لينا كلنا مش لينا لوحدي. بقول له ألف مبروك، وبرنامج واحد من الناس من البرامج الحقيقة عاملة ما شاء الله، يعني بيعمل خير كتير، ودي حاجة أنا يعني حقيقي يعني بحبها في البرنامج ده من زمان، من أول ما بدأ البرنامج. يعني مبسوطة قوي قوي لما بشوف حد حريص ان هو يعمل خير زي ما هو بيعمل في برنامجه. برنامج واحد من الناس من البرامج العظيمة الهادفة اللي لها قيمة، اللي لها دور ايجابي في المجتمع ودور حيوي، وبتمنى له كل التوفيق لانه هو انسان وطني شريف. برنامج الدكتور عمرو الليسي من البرامج الجماهيرية المحبوبة، انا بهنيه المرة الثانية وبهني قناة المحور على التكريم ده، وان شاء الله دايما نكون معاهم ومزيد من التقدم والازدهار. بيسعدني ان انا هني اخويا الاعلامي الكبير الاستاذ عمرو الليسي، ونايل سينما كانت سباقه يوما ما وقدمت له التهنئه مؤرشفه على الانفو بار بتاع القناه لما حصل على جائزه كبيره اعتقد من اليونسكو. مبروك يا دكتور عمرو. برنامج واحد من الناس شال دمعه من على خدود كتير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت تستاهل التكريم النهارده، انت فعلا واحد من افضل المذيعين العرب ان ما كنتش افضل. بقول له مبروك، تستاهل، يعني تستاهل، ده اقل شيء انك تتكرم، يعني تستاهل اكتر. انت شخص ليك تاثير وتاثيرك انساني واضح، فاحنا دايما فخورين بيك. اقول له عمرو انت عملت اختلاف فظيع، عملت اختلاف رائع وكبير جدا في حياة الناس، عملت نقلة في نوعية البرامج، بتوصل بمشاكل الناس البسيطة اللي مش قادرة توصل انها تتحل. عمرو جزاك ربنا كل خير على اللي انت بتعمله. انا بشكرك كمتفرج، وبشكرك كاعلامي مهم ومن اهم اعلاميين مصر النهاردة، واهم الاعلاميين المتزنين جدا جدا في هذا الوطن العربي. التكريم ده طبعا شيء مهم جدا للقناة، واحنا كقناة مبسوطين جدا بالتكريم. طبعا هو حاجة تشرفنا وتفرحنا، لان في ظل طبعا المنافسة الموجودة حاليا في السوق، فان احنا نطلع في التكريم دي حاجة تشرفنا.